اساسا انا جدول يعني الفيلم بتاعي عباره عن اغاني مهرجانات عشان هو الفيلم كله مفاجاه للناس ابراهيم بطوط مخرج متميز عشان كده بقى اخدته في الافلام بتاعتي يقدم الافلام العاديه اللي الناس العاديه تفهمها بدل الافلام المهرجانات اللي محدش فاهمها دي. يا ترى حضرتك استوديت نفس الكرو ولا جبت كرو مختلف؟ خلي شيحه شيل عنك. انا هتابعه. شيحه. ايوه يا باشمهندس. تعالى شيل عنك باشمهندس. تمام حاضر. ايه انت؟ تطبق بالك يومين. رايح زي بس يا شريف، دي كل شقه كامله يتبني في وقت زي ده ازاي يعني؟ خلاص يا امي خلاص، يلا ريحي ريحي شويه. طب انا هروح اشوف المكتب. يا بنتي بقول لك ريحي. عايزه من هنا عندك هنا زقها جوه شويه. لا 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 مش هينفع يعطل بالنضارة دي. طب دي يا باشمهندسة يلا ما فيش وقت لازم نصور حالا. جرب دي كده. خلي انت جاي حسبك عليها. فين شهير؟ لسه بتجهز. طب انا هروح اشوفها. تلبسي قبل ما تحطي ميك اب؟ انا لابسه اهو. لابسه؟ ده مش اللبس انا جايباه للشخصيه، اللبس اللي جايباه اهو. وبعدين في حد يقف في البيت لابس كده؟ لا ما هو اللبس ده من عندي، اللبس ده ذوقه على قده قوي. انا هبقى اشوف الموضوع ده مع ابراهيم بعد الفوتوغرافيا. يلا انا جاهزه اهو. ايه هنا 10 دقايق وبعد كده نلزق ورا الحيطه هناك يعني قول نص ساعه كده. ولسه في ورقه حيطه؟ لا خفر علينا يا بطوط، احنا ما نمناش بقى لنا 3 ايام. الحاجات دي بتاخد اسبوعين مش يومين. متفقين من اول يوم ان الفيلم ده ما فيش فيه مساحه للحسوكه دي، ده اخره هيبقى حديدي فيلم يقدم. حديدي مش حديدي، اسمنا هيتحط عليه. احنا عاملين المستحيل يا بطوط. لا شيل المستحيل، احنا خلاص فيلم في اسبوعين ونصور 12 مشهد في اليوم. لو سمحتوا يا جماعه عايزين نصور كمان ربع ساعه، ورق حيطه ورق جرايد نتصرف لو سمحتوا. حد يجيب لنا حسين وصحفيان من بره يساعدوك. بقول لك ايه؟ فكك من ورق الحيطه ده شيله بسرعه. وهات لي اي لون يكون جاهز عندك. بسرعه. خمس دقايق وجاهزين. يلا يلا يا جماعه نحكي كلمه شويه. اديكونا بقى. عاطف هنلبس تاني؟ جرب 85 هتبقى احلى. بسرعه. مها. نعم. ممكن لو سمحت اظبط عليك المشوار؟ فين؟ تعالي تعالي كده شويه. ايوه تمام. ايوه تمام. شكرا يا مها. يلا يا جماعه استاذ ابراهيم انا جاهز. يلا جميل اتفضلي يا استاذ. ممكن تشوف لك حل مع شهيره؟ مالها شهيره؟ تلبس بنت مخها يا ستي. ما تلبس حلي مشاكلك معاها لوحدك وخليني اوفر خناقتي معاها لحاجه تستاهل. دي مشاكل الفيلم، لما اهم عنصر في الفيلم يلبس غلط دي مش مشاكلي انا. فاهمه ان شهيره لو قفش الفيلم هيقف وانا مضطر اعمل الفيلم ده، فارجوك ساعديني. في الاخر هناك عدوته. ما نحكيها صح.
وما فيش صح وغلط، في طريقه وطريقه تانية، صدقيني في الاخر نتيجه واحده. يلا يا جماعه ماشي يا بطل. انا جاهز يا استاذ. لحظه لحظه رجع بالشريول اولا. جاهزين؟ لنا هنشوف ايام سودا في الفيلم ده. اعتبر في الافلام التانيه في ايام بيضه يعني؟ ولا درجات من رمادي؟ هدي لينا اكشن. انت عملتي كده ليه؟ ايه في ايه؟ انت بقى اللي قلت لها تعمل كده؟ وانا هقول لها تقطع البوستر بتاعك ليه؟ يعني مش عارف ليه؟ كات حلو قوي. شكرا يا جماعه. اللي بعده. يلا اتفضلوا. شوفت بيمثلوا ازاي؟ احنا كده بنعمل فيلم مقاولات بس. حرام عليك يا شيخ. فيلم مقاولات ما كانش فيها ستايلست ومهندس ديكور برضه. مش معقولة من أول عشان نعرف إن البطلون ما بتحبش جوزها. أحسن. خلي الناس تفهم. يلا اللي بعده. معلش ممكن نعيده؟ معلش أنا عندي حاجة. خمس دقايق بس ثانية هغير المفرش عشان فيه عصير وقع علينا. يا ما ولا باين مفيش وقت ولسه قدامنا خمس مشات في الصالة من فضلك. يا شباب هاتوا لي مفرش تاني بسرعة. كده بقى هظبط حاجه في الباب. مرسي اطفي السقف. هات لي ال 120 هنا. شريف شريف الشارع يا ماما. الباب قفل تاني والمفاتيح راحت. امسك بس خلينا نطلع نتغدى مع بعض. هيا جايه من المدرسه جعانه. يلا ماما خشي مع ماما يا هيا. يلا يلا حبيبتي يلا انا جعان. يلا يلا هيا شكلها عامله عامله في المدرسه عاوزين نتقسها. مالك يا مها بس؟ تعالي يا ماما، تعالي خش. ممكن افهم بقى يعني ايه الشهاده طلعت ومش معايا؟ خدوها تاني. خدوها تاني؟ مش لما نكذب كذبه محبوكه شويه؟ اكذب ليه يعني؟ اسالهم.
مش بتاكلي ليه يا مريم؟ لا شكرا انا مش جعانه. خلصي اكلك يا عيني. شبعت؟ مفيش حاجه اسمها شبعت، مش هنرمي اكل، في ناس مش لاقيه تاكل. يبقى كملوا الاكل هم بقى. مالك يا مريم؟ انت كنت كويسه، تعبت تاني ولا ايه؟ انا محتاجه اشم هوا، هنزل تحت حبه. مش هينفع تنزلي دلوقتي، انت عارفه في حظر هيبتدي دلوقتي. اقعدي يا مريم، اقعدي. ليه؟ عايزين امضة ولي الامر. ما رحتيش لباباك ليه؟ عشان انت ولي امري. والله انا مقدر قلقك، بس احنا شغالين كويس جدا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. انا ما اقدرش ازود ورديات وفي حظر بيبتدي المغرب، ما هم لازم يقدروا الظروف برضو. ماشي ان شاء الله، ربنا يسهل. سلام. حظر التجوال منذ حوالي ساعة وخمس دقائق، وتهيب القوات المسلحة للمواطنين الالتزام بمواعيد حظر التجوال، وتؤكد تعاملها بمنتهى الحزم مع من يخالف مواعيد الحظر الذي بدأ في السابعة مساء واستمر حتى السادسة صباحا. وقالت مصادر عسكرية اليوم إنه سيتم التعامل مع من يخالف حظر التجوال بمنتهى الحزم ووفقا للقانون. هذا وتناشد وزارة الداخلية المواطنين الالتزام الكامل بحظر التجوال اعتبارا من السابعة مساء الى بس دلوقتي لازم اقوم بقى، لان ورايا مليون حاجة. الدولاب بتاعي ايه؟ انت مش جاي لك نوم ولا ايه؟ استاذنك معلش نوطي التلفزيون شويه علشان هي نايمه، وبعدين انت الافلام دي كلها حافظاها اصلا مش كده؟ انت مضيتي لهي الشهاده؟ هي مش مهتمه بالمدرسه ونمرها وحش قوي، الطريقه دي هتتعب قوي في التعليم بعد كده. ما بقتش فارقه. أرجوكي علشان خاطري حاولي تقدري أنا قد إيه بحاول نعيش حياتنا بشكل طبيعي. أنا تعبت. صباح الخير.
ايه رايك في دي؟ لمين؟ لشهير. شهيره هتمز اللي في دماغها، ضيع وقتك وين انتك. خلاص بند اللبس بح عشان هيدفع لنا ولا مليم. مش مشكله البسه معانا بعد الفيلم. فعلا لبس مدرسه الرسم ده هيبقى عملي جدا بالنسبه لي. لا اي حاجه بتلي عليا. ايه ده؟ ما تخافش، ده مش عشان ده، عشان ديكور اوضه النوم. ممكن تنسي الفيلم ده؟ احنا بناخد يوم واحد اجازه، ده لو خدناه كمان. عيشي معايا شويه بقى. تحبيني اكلمك على ايه؟ على انواع الجبن مثلا؟ ما عنديش مانع. نبقى الكبر التقليدي، نتكلم عن الطبيخ، الغسيل كده يعني. بصي ايه؟ مصروف البيت خلصتيه من اول اسبوع يا مدام، ولا الهدوء؟ الهدوم بواصيها من اول غسله، حرام عليك. بسبب ان انت ما جبتليش الغساله. انا مش الغساله اللي جبتها امك. امك كان عاجبك؟ لا مش عاجبني يا نوال. لو النبي بلاش نوال تاني. وانا عمري ما غلط يا نوال، ده نظام ارتضينا نعيش عليه مع بعض من زمان يا نوال. سوري. خلي بالك كمان. بتضربينا كده على ايه؟ مش لاقي العلبه الخشب اللي فيها بالارينا بتلف دي، عارفها؟ لا مش مكانها. بس عادي يعني، المكتبه لو في كوب وملأ ومكركبه وما هياش راكور اصلا. الموضوع مش موضوع راكور ولا مش راكور يا شريف، انا عارفه انها كانت هنا. راحت فين؟ سالي شيحه. خرابي. بالراحه يا مها. والنبي يا مها بلاش فرك في تفاصيل دي، عندنا بلاوي لسه. شيحه. ايوه. فين علبة البالي اللي كانت في المكتبة؟ رحت فين؟ معرفش. راكور؟ انت مالك راكور ولا مش راكور؟ يعني ايه السورة دي تختفي؟ شوفها لي بسرعة. حاضر هودي كده واجي اشوفها. حاضر حاضر حاضر. مها. ايه يا ما؟ مالك؟ مالك؟ كذا مرة أدخل الديكور أتخيل نفسي الشخصية اللي بتمثلها شهير. أنت كان نفسك تبقي ممثلة؟ مش بتخيل نفسي شهيرة، بتخيل نفسي الشخصية اللي بتمثلها شهيرة. طبقه ومسحوله في الشغل عادي. امبارح تخيلت العلبه اللي احنا قلبين عليها الدنيا ومش لاقيينها دي اتكسرت. ده اللي معترك قوي يعني؟ عمرك ما حلمتي بحد وبعد كده قابلتيه؟ بتحصل. لا ده ما كانش حلم، انا شفت العلبه بتتكسر بعيني. باشمهندس شريف، باشمهندسه مها. طب يلا لحسن هديني يعمل لنا شوربه. شهيره جبت لك حاجات الوانها تجنن، هتعجبك قوي. بعدت خالص عن البيج والابيض، ايه رايك؟ حبيبتي الوان يعني فوشيا، أورنج، أخضر، مش جريهات وبنيات، يعني موف مثلاً لون مبهج أهو بدل الكآبة اللي الفيلم فيها دي. أيوة يا شهيرة، الألوان دي المفروض الشخصية بتحبها، دي واحدة بتبص للدنيا بطريقة مختلفة. أنت المفروض مجنونة أفلام قديمة. يا حبيبتي المرة الوحيدة اللي عملت فيها كده وسمعت كلام المخرج وما لبستش اللبس العادي بتاعي ده، طوب الأرض شتمني. أنا بصراحة مش ناوي أعمل في نفسي كده تاني. يمكن كانت المشكلة في الإخراج أو السيناريو. ماليش فيهم، بس ليه في اللبس؟ فياريت بقى يا باشمهندسه كل واحد يخليه في اللي بيفهم فيه. انا بفهم في اللبس كويس قوي يا شهيره، ما تنسيش ان ده شغلي ودراستي. حبيبتي هتلبسي بطله فيلم ازاي وانت اصلا مش عارفه تلبسي نفسك؟ افندم
اولا اللبس اللي انا لابساه ده منطقي جدا ان انا البسه لان ده لبس الشغل، انما انت لو جالك دور تعملي شخصيتي هتبقي برضو عايزه تلبسي سواريه وتغرقي وشك ميك اب بالطريقه دي. اغرق وشي بالميك اب بالطريقه دي؟ بصي يا ماما انا عارفه كويس قوي انا بعمل ايه، فبلاش بقى فلسفه كتير. اسلوب الشغل بالطريقه دي مش هينفع يا شهيره. فعلا. طب اوكي انا بقى هريحك من الاسلوب ده خالص. يا استاذ ابراهيم كده فاضل شوطين خالص بفوق. انا مش هقدر اكمل الفيلم ده. ولا انا ولا انا مش شغال يا شريف. الموضوع انت براحتي كمان، عايزين كمان بطل شغل شغال نادي تكون في دماغهم كمان كول جدا. خلاص يلا نمشي، انا اصلا قفلت من الفيلم ده. يلا قال المهندس ديكور تاني يكمل الشغل. ولا تسال فيهم اصلا، مش مساله خسرت الشغل ده كله ترمي في الزباله. احنا اشتغلنا على السيناريو اكتر من بطوط نفسه. هو طبعا هيترمي في الزباله، اي حد هيجي هيفتي ويهد كل حاجه. بالظبط يا ماه، احنا كده بنعاقب نفسنا اكتر من عاقبه. بس انا فعلا مش عارف اشتغل. ما ينفعش نحط ايدنا على المشكله ونحاول نحلها بدل ما نهد المعبد كله؟ ازاي اذا كان ابراهيم نفسه مش قادر على شهير هقدر عليه انا؟ خليكي صايعه مع شهيره، ممكن تخليها تعمل اللي انت عايزاه وهي فاكره ده اللي هي عايزاه، زي ما بتعمل معايا دلوقتي كده. وانا عايز اعمل فيلم ده عشان نفسي. ما يا سيدي بغلس، عارفة عشاني وعشانك. ماشي ما مش هينفع نرجع لان النجمه الفنانه شهيره قالت يا ريال. خلاص يا ماما يعني ابو ده فيلم شريف. انت عارفه كويس قوي ان الحديدي كل همه انه يوفر فلوس، واحنا الاثنين بعقد واحد. يعني لو مشينا احنا الاثنين عمره ما يخلص الفيلم ده في اسبوعين. خلاص يبقى اعمل للفيلم والسينما المصريه خدمه واروح اشوط فيها عشان تمثل وهي ساكته. لا لا يا ماما سيبيني شهير، انا هعرف اتصرف معاها. تنزلي خارجي بدري؟ مش عارف اسكندرية احسن مني. ياكل ده؟ تعالي اقول لك حاجة. تعالي. اقفل لي هنا. ولع لي نجف بيك. بصي لقيت لك ايه؟ ايه لقيتها فين؟ واحد من الاساتذة كان رميها ورا الديكور. كده حلمك مش هيتحقق، يعني مش هتتكسي. يعني لازم نشتغل احنا الاثنين كويس قوي عشان نتكسي احنا الاثنين يا ست هاني. ماشي يا شريف. ايوه كده. تمام مستنيين. ماشي. ايه الموضوع بقى؟ شكلكم متخانقين. انا وشريف؟ يا ريت. مش عايز تحكي؟ مش عارفه اقول لك ايه. الفيلم بس ضاغط عليا شويه، بيخليني اسرح في حاجات مستغرباها ومستغربه نفسي. يعني ايه بتسرحي؟ يعني بتتخيلي حاجات وكده؟ لا مش بتخيل، الموضوع بيبقى حقيقي زياده عن اللزوم لدرجه ان انا بحس ان انا عايشه عيشه مش عيشتي. اكتر حاجه تخوف في الموضوع ده ان انا ما بيبقاش قدامي اي بديل غير ان انا كامله. حلو. طب وماله؟ هو ايه اللي وماله؟ العبي؟ العبي اللعبه للاخر. تفتكر ده صح؟ ليه لا؟ وشوفي خيالك هيودي كيف.
مامتك؟ خلاص عرفت الحقيقة. أيوة عرفت إن نادية برهان صادق ماتت بالرغم من كل حاجة فاكراها عنها. لازم أصدق اللي شفته بعيني ولازم أصدق إني فوزية. أنت قابلت صلاح؟ أيوة قال لي إن نادية ماتت وإن أبوها مات كمان. وعرفتي نفسك؟ يا أخبار المذاكرة؟ سلم عليك يا تيتو. عرفيش تردي بأدب؟ مالك يا مالك؟ وحشتيني قوي. لحقت؟ مصطفى زعلك؟ عارف ان في واحدة اسمها نادية. وحشتيني قوي. الدم اللي في صباعك ده؟ لا ابدا ده ولا حاجة، ده تعويرة كده صغيرة. أنا مش هاكل يا طنط بس هقعد معاك. بس تشتكي إنها ما بتطبخش. ما اشتكيتش. وأنا اشتكيت. ما اشتكيتش. وأنا يطلع عيني في الطبيخ ويترمي في الزبالة. الله تسلم إيدك يا ماما، أكلي جنة. نازلة بكرة المدرسة؟ أنا عندي دور مهم قوي. مدرستي. لا بقى. مالك النهاردة؟ إيه؟ طب لما اشوفك من الفصل يا هايل شاهدتها؟ مش ممكن. عيب. انت بقى في الصنف فين بقالك 4 ايام؟ حد يجيب 4 ايام يا مها؟ يوم بيقولوا لي استحملي وعشان بيتي. انا رحت لماما قلت لها على العمل الاسبوع اللي فات. وريتها العلامه اللي في دراعي. ليكي هكلمها. تتكلمي عن جوزك؟ ضربك؟ ازاي تستحملي؟ ازاي تقبالي اصلا؟ كنت عارف مين يعني ممكن؟ اديكي عرفتي وبعدين؟ مش عارف. مش عارفه اسيبله البيت وامشي. ايه ما؟ انت حسيتي؟ عربي؟ بس طبعا ايه؟ طبعا ايه ما؟ صباح الخير. صباح النور. انا عارفه ان النهارده حصه رسم، بس ايه رايكم لو ما رسمناش النهارده وعملنا حاجه جديده زي مثلا نقص اشكال مختلفه ونلزقها، نعمل قصايص مثلا من المجله، في مجله هنا فيها صور حلوه زي الصوره دي شايفينها، هقصها لكم واريكم ازاي. صباح الخير. ايوه مش دي ربع بيت؟ ايوه دي حصتي. بس في جدولي دي حصتي انا. الجدول اتغير، المديره غيرته. هو انتوا النهارده مش عندكم حصتين رسم؟ ما انا مدرسه الرسم. نعم يا ما. حضرتك الحصص بتاعتي متوزعين على مدرسين تانيين. عشان حضرتك ما كنتيش موجوده مدام. هو اللي ما بيجيش بيتشال من الجدول خالص؟ المدرس اللي ما بيجيش خالص بيتشال من الجدول وبيترفض كمان. ما رفضتنيش ليه؟ لو عايزاني ارفضك هرفضك يا ما. بالظبط كده، هي مش فارقه معاكي. لما تبقى فارقه معاكي ابقى ارجع لك حصصك. Thank you.
انا اصلا كنت عملت الموضوع اللي انت قلتي لي عليه. ايه؟ طلبت من بابا يشوف لي حل في موضوع الانفصال بس ما رضيش. انفصال؟ اه تقصد من جوزك؟ لا ده انت حالتك صعبه. ايه يا بنتي؟ كل ده عشان كلمتين قلتهم لك المديره؟ انت مش شفتيش كانت بتكلمني ازاي؟ دي كانت بتهددني. طب وايه الكتيب؟ ازيك يا منى؟ الحمد لله. انت المفروض ما كنتيش تتجوزي من الاول. انا حكيت لك على اللي حصل يا نهى. مفيش سبب يخليكي تكملي مع واحد ما بتحبيهوش. انت اللي غلطانه مش هو. انت برضه متجوزه واحد ما بتحبيهوش. مصطفى؟ مصطفى ده مش جوزي، انا متجوزه واحد بحبه بس بجريك ولعبه يعني. فين يا جماعة التراب؟ معلش حضرتك ممكن تسند عم. أهلا وسهلا بحضراتكم يا فندم. أظن كده كل الورثة موجودين. آه ما عدا الزوجة إحسان كامل متوفية، بس أنا ابنها ورثها الوحيد. الزوجة التانية؟ تندرية حضرتك عارفة إن الترتيب ما بيفرقش في الميراث. على فكرة أنا كنت بحب الفيلم ده أوي. الله يرحمه. مها من وهي صغيرة بتحب تشوف الفيلم ده كل يوم تقريبا. حافظاه. مها خلينا نيجي يوم من أوله ونشيل الشغل بالراحة عشان ما يتبهدلش. الشغل اتبهدل كده ولا كده يا مصطفى؟ من ساعة ما فكرنا نبيع الأتيليه. مها أنت أكتر واحدة عارفة الظروف. وأنا عملت كده بموافقتك. وسألتك قبل ما أعمل كده. هو المرحوم كان رسام ولا إيه؟ بلا نيلة عمر ما الفن أكله عيش. فلح بس يتجوز ويرسم بوسترات أفلام، ولما يعمل فنان يرسم نسوان عريانة. خلاص بقى يا طنط الله يرحمه. كان متخصص فاتن حمامة. عارف مرة قال لي إن فاتن حمامة كانت دايما بتشترط إن مدير التصوير يكون وحيد فريد. بابا هو اللي عامل على البوستر. ما أنا عايزك أنت اللي تاخدي الحاجات دي. بابا لو كان موجود كان هيبقى عايزك أنت اللي تاخديها. بابا لو كان موجود الأتيلي ما كانش هيتباع للباشا اللي قاعد ورا ده. هو حضرتك ناوي تقلب الأتيلي ايه؟ مخزن. بس انا صاحب محل برستيج في العمارة اللي قدامكم وقلت اعمله مخزن عشان خاطر البضاعة تكون قدام عينيا. استاذة بهاء ممكن حضرتك تندلنا؟ استاذة بهاء بعد اذن حضرتك. جنبي ساندوتش هما بردوا شويه بس لسه حلوين. خد دي كارثه من كوارث شيحه صح؟ مالك يا مالك؟ لا لا سامي بسرح كده بس. يلا 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 نشتغل. استني تعالي في ايه؟ حبيبي الفيلم الشغل فيه مضايقك للدرجه دي؟ انت عارفه ان احنا عاملين فيلم ده بموافقتك وانا سالك كذا مره اللي عايزه تعمليه مش كده؟ انا عارف ان شغلتنا دي بهدله وانتي بتنامي في اليوم 3 ساعات يعني اكيد مرهقه جدا وتعبانه بس في الاخر ده مجرد فيلم زي ما قلت لك ما تخليهوش ياكل دماغك. شريف انا حاسه ان انا مش مظبوطه انا محتاجه اشوف دكتور. حبيبي ما اظنش الموضوع مستاهل. بعدين مش عايز كمان الناس تاخد بالها من توترك ده. انت عارفه بقى اللوكيشن والكلام لوك لوك. طب اعمل ايه بقى؟ انا رايي ما تعمليش حاجه خالص. تعملي طبيعي تماما. كل حاجه هتبقى تمام. اوعدك. صدقيني انا عمري ما غلط يا نوال.
هنبتدي نوال تاني؟ هتشوفي. نوال، لما اكلمك يا نوال لازم تسمعي كلامي. اقفي عندك. خليك مع نوال. نوال. النص بس، النص بس. عايزين نبقى نشيل شغل ابوكي ده من هنا بدل ما عمال يتبهدل كده. يلا يا شيحه. ايوه شحن بسرعه. خلصت انا خلصت. استنى استنى، ايه ده يا شيحه؟ ايه؟ برايا شريف، ليه ما تروحش كده؟ مالها؟ ايه بقى زي الفل يا استاذ؟ لما تقول تكلمي ثلاث مرات عشان مستعجله نركب الحاجات دي بالليل. باب ذمتك ده عفش ناس متجوزين بقالهم سنين. هي جديدة شوية بس عندك حق. حطوا لي ده على البنك ونزلوا لي كل حاجة اتحملت على العربية. هات لي صنفر. هنصنفر وبعد ما نصنفر ونديله وش ونوسخه تاني. مش فازية هي. الدولاب ده عايزينه في مشهد واحد وضلمة مش باين أصلا يا مها. معلش نعمل اللي علينا برضه. روح شوف اسمعك انتي، انا هكمل. طب لو هو دكتور كويس زي ما انت بتقول بعت لي نمرته اهو اجرب. طيب هظبط واكلمك. باي. عاطف؟ اه. مفيش داعي انك تدخلي عاطف في الموضوع. ما ده الدكتور بتاع عاطف اللي ساعده، ما فيهاش حاجه لما اجرب يعني يا شريف. انا مش فاهم يعني هو الدكتور هيديكي دواء يخليكي ما تسرحيش؟ ما حدش بيختار هيسرح في ايه او يتخيل ايه. ده مش سيناريو فيلم بنكتبه. انا عايزه تفسير للجرح اللي في ايدي ده. عادي يعني شغلنا كله ازاز ومسامير. بس ده شنبره اهي. امال انت اصريتي تشتغلي بايدك. تلاقي جرح قديم وفتح. طب والاتيليه بتاعنا ده كمان؟ انا لقيت نفسي هناك وانت قدامي، تقدر تقولي روحنا هناك ازاي؟ رحنا مع بعض. ساعتي الصبح قلت لي ناسي كفاكي على طعميه سخنه من التبعي. رحنا جبناها وبعدين رحنا الاتيليه وقفنا على ايد العمال اللي مطبقين من امبارح. عادي يعني. بس خلي بالك النهارده عندنا ليله طويله ف ما توتريش نفسك زياده. يلا بينا. البلاد هنا يعني مش نحالي. انا لو طلع حطه من مش معنى كده. مش حاجه اسمها كده. ده هيعمل لنا مشكله. الشباك مش هيتفتح بالطريقه دي. الشباك مش هيتفتح اصلا. الشخصيه مش هتفتح الشباك. وجهه نظر. ما ينفعش نغير الحاجات على الهوا كده يا معلم. ما عندنا مشكله اصلا. ما عندناش فرش نحطه الناحيه الثانيه. احسن عشان الاوضه تبان مهمله. مهمله؟ كملوا. تعالي تعالي. ايه؟ لسه موضوع تخيلات ولا ايه؟ تخيلات؟ شهيرة هنا مضايقانا اكتر. ازاي يعني؟ انت مش شايف يا شريف برضه لابسه من دماغها. حبيبتي انا باخدها بالراحه شويه شويه كده لغايه ما اعرف العب في دماغها. ليه اللي ابتدت تلعب في دماغك؟ مها تكلمي جد. مها في ايه؟ احنا عمرنا ما اتخانقنا. باشمهندس احنا هنصور في الاوضه بعد الشفت ده على طول. جاهزين؟ ماشي. انت ما سالنيش انا ليه شايفني شفافه قدامك؟ ما اقصدش يا باشمهندسه معلش. قولهم جاهزين. لا مش جاهزين يا شريف. انا لسه قدامي ربع ساعه. انا اجيلك. روح انت دلوقتي. مالك يا ماما؟ قافلة على نفسك ليه؟ لا عايزة نقول حاجة.
معلش هو الدولاب ده كان المفروض اغيره من بدري، بس اوعدك قريب جدا ان شاء الله هغير الاوضه كلها. مش هتنامي ولا ايه؟ لا هنام طبعا، بس انا بعرف انام في الطلبة. انت بالك كتير بتنامي في الضلمة عادي. مالك يا مان؟ تعالى يا حبيبتي. تعالى. مالك يا حبيبتي؟ أنا في حاجة تعباكي؟ لا أنا بس عايزة أشرب مية. هشرب مية وأجي على طول. طب خليكي وأنا أجيب لك مية. لا أنا هاجي على طول. مالك يا مان؟ سيبوني. كات! مها! أنا آسفة يا جماعة. سوري. لا يا هانم أبداً. دي دقيقة واحدة تفرق كتير. في الحروب دقيقة واحدة بتقرر مصير أمم. بتفرق ما بين الحياة والموت. عندك حق. ورانا. أنا من دقيقة واحدة كنت هموت من الجوع، لكن دلوقتي شبعت خالص. مش هتتضايق لو حد شافنا لازم تتكلمي. ليه جديدة؟ لا طبعا. رأيتها وتمنيت الخلاص. رأيت لأول مرة آخر مرة. هذا معها؟ أيوة. بتحبي الفيلم الخفيف ده يا معها؟ أنا بحب شغلي. بتحبي الفيلم ده يا معها؟ هو ده طموحك؟ إحنا بنبني الكارير بتاعنا مع بعض، فأكيد بيجي أوقات نشتغل في أفلام من النوع ده. مين فيكم اللي مش عايز يخلف يا باشمهندس؟ احنا الاثنين. ليه؟ احنا بنستغرب اصلا الناس اللي بتجيب طفل في العالم ده. لو كان في امل في مستقبل احسن كنا ممكن نخلف، لكن لو في امل ان الطفل ده يعيش كويس يكون حر عنده كرامه ساعتها ممكن نخلف، لكن ما فيش اي حاجه من الحاجات دي. تخلف ليه؟ وده طبعا نفس رايك بنسبة كبيرة. مع ذلك العالم اللي انت بتهربي له في بنت انت مخلفاه، او بمعنى صح نفسك تخلفيها. ايوه يا دكتور، بس ده عالم واحدة ست بيت بتسمع كلام العيلة بتشتغل مدرسة رسم كارهة شغلها. معقولة استبدل ده بشغلي وجوزي اللي انا بحبه؟ يمكن بطلة السيناريو ده عندها حاجات ابتديتي تحسي انك محتاجة لها. حضرتك ده فيلم عيد خفيف يعني ما فيهوش تقريبا اي حاجه، وبينتهي نهايه تعليميه كده والناس بتتبسط وبتروح وبتعيش حياه طبيعيه. ما تقليش ابدا ان النوع ده من الافلام هو اللي هياثر عليا بالطريقه دي. عقل الانسان يا باشمهندسه مها معقد قوي، شويه كيمياء على كهربا محشورين في حته عجينه قد كده هي اللي بتسوق العالم ده كله. واحيانا الانسان لما بيبقى مضغوط او مظلوم أو مقهور في العالم اللي هو عايش فيه بيحاول يهرب لعالم تاني، عالم افتراضي وهمي. ممكن يكون اللي بيحصل لك ده إكمنك متأثرة بالفيلم اللي انت شغالة فيه. طب وش معنى دلوقتي يا دكتور؟ معنى طول عمري مجنونة أفلام حتى قبل ما أشتغل الشغلانة دي. إحنا على طول مشغلين أفلام أبو يوسف في البيت، ده الطبيعي بتاعنا. بس أعذرني يا دكتور، بس يعني مها ولا هي مقهورة ولا هي مظلومة ولا ما ينطبقش عليها أي حاجة من الكلام اللي بتقوله ده حضرتك. يعني أنتوا مثلاً ما عندكوش مشاكل؟ لا الحمد لله احنا مبسوطين قوي مع بعض. ومبسوطين في الفيلم الخفيف اللي انتوا بتشتغلوا فيه؟ لا. لا يعني في حاجات وحاجات. هو الفيلم مش قد كده يعني، بس ده علاقته ايه بالموضوع بتاعنا؟ انت حاسه بنفسك حره اكتر في انهي عالم فيهم يا مها؟ ايه حسن؟ ايه يا شريف؟ مالك بالراحة؟ مالك؟ انت فعلا ما عايزة تخلفي؟ لا طبعا مش عايزة اخلف. الدكتور المتخلف ده اللي بيقول ان دي رغبة في عقلك الباطن بقى وعايزة تغيري حياتك والكلام ده. طبيعي لما اتصور حاجات يبقى جزء مني عايزها، بس انا مش عايزة اخلف، انا عايزة اشوف دكتور تاني. مين؟ ايه؟ مين؟ ماله؟ هو بيقترح انك تأجزي اسبوع. عرفت ليه؟ مش اللي حصل.
احسن عشان انا تعبانه يعني، مش عشان مش عايزه اشتغل في الفيلم ولا حاجه. شريف تعالى بص كده. بكره الصبح. انا عملت بوستر حلو قوي للفيلم عجبت اشوفه. ماشي، انت بتحب الفيلم قوي تعمليه اقتراحات كمان. طب شريف لو سمحت اشوفه قولي رايك ايه. ليه؟ شهيرة مالها؟ مش عاجب شهيرة، بقيت عارف دماغها. فكك. فين يا باشمهندس؟ داخل اشوف شغلي. ماشي، لو عطلتنا مشهد تاني هقسم لك اسبوع. طول عمرك صاحب واجب. ماشي، اتفضلي. مش هنا. مها، ما حدش جبرك على حاجة. لو مش عايزة تبيعي ما تبيعيش، بس فكري في أزمة مصطفى. أنا عارفة إني لو بعت مش هبيع بجد، كل ده في مخي وبس. حتى أنتي ومصطفى وهي في مخي بس. أنا ساعات بحاول أجاريكوا عشان أعرف أعيش وأنا ساكتة، يمكن ده يكون أسهل ليا، بس في حاجات ما بعرفش أجاريكوا فيها. أنا أول فرشة مسكتها علشان أرسم كانت في الأتوليه بتاع بابا، صدقيني مش هقدر، حتى وأنا عارفة إن كل ده كده وكده، بس أوعدك إني هحاول. فين الشرايط؟ أهلا. معلش احنا آسفين على الإزعاج اللي حصل المرة اللي فاتت، بس إن شاء الله خير. مش إزعاج ولا حاجة، إن شاء الله ربنا يديك السلامة. مش قادرة
مش قادرة. بتفتح عينيها وبتسمع وبتفهم بنقول ايه، بس عمرها ما ترد علينا. مها، مدام مها، اخر مره اكلت فيها كانت من يومين. مش هينفع خالص. ممكن اشغل ورديه تانيه تشتغل وقت الحظر، بس المشكله مين اللي هيشرف عليها؟ لا انا ما اقدرش اسيب البيت فترات طويله، انت عارف الوضع. يا بيه ما تكبرش الموضوع بس، ولا كارثه ولا حاجه. اديني فرصه لغايه بكره بس وانا اكيد هلاقي حل. الصباح رباح. ماشي، اتفق. سلام. هنا حلو؟ مها، هنا حلو؟ هتقولي ايه اللي يعمل فيكي كده؟ دي خرابة مقفولة بقالها 20 سنة. بلاش يا طنط. خليها تقول اللي هي عايزة تقوله، مش فارقة. أمال ايه اللي فارق؟ مفيش حاجة فارقة. يعني ايه؟ قلتلك قبل كده إن كل ده مش حقيقي. الشقة دي مش حقيقية، ده ديكور أنا اللي بنيته. هيا خش جوه يا ماما. يلا قومي، ده كلام مش لازم تسمعي. نعم. أمال إيه الحقيقة؟ شريف؟ شفت؟ حتى أنت تعرف شريف، لأن شريف هو الحقيقة وأنتوا كلكوا وهم. دايما أنا عارف شريف، لأن من يوم ما اتجوزنا وهو عايش في خيالك. وأنت تعرف إزاي اللي في خيالي؟ من طريقة معاملتك ليا لمدة 8 سنين، من عدد المرات اللي غلطت فيها في اسمي وقلتي لي يا شريف، من كمية الأدوية اللي بتاخديها علشان يعالجوكي من أوهامك. الوهم إني أعيش حياة أنا مش مقتنعة بيها. أنا مش هقبلك وأستسهل وخلاص. محدش هيجبرني أن أعيش حياة أنا مش عايزاها عشان يبقى سهل عليكوا كلكم. مها، شريف هو الوهم وإحنا الحقيقة، وهي دي الحقيقة، سواء عجباكي أو مش عجباكي. وإذا كنت فاكرة إنك محبوسة فأنا محبوس أكتر منك، لأن أنا ما عنديش مخرج تاني. بيقولوا ساعات إن الدنيا صغيرة. مدام مها، اتفضلي.
يلا. استاذ مصطفى. مساء الخير يا دكتور. اتفضل. دكتور مجدي. اه. ايه مش فاكراني؟ لا طبعا فاكره حضرتك. امال شكلك مستغرباني. لا بس مستغربه اني شايفاك هنا. هنا فين؟ في خيالي. يعني انا والدكتور والعياده وامك وبنتك كل دول في خيالك؟ خيالك التفاصيل واضحه فيه للدرجه دي؟ يا دكتور مره حضرتك قلت لي ان عقل البني ادم معقد جدا قدام شريف. كان قاعد هنا؟ ايوه. وكان اول مره يجي معاكي علشان كان رافض فكره العلاج؟ كل ده حصل فعلا يا معلم، بس اللي جه معاكي كان مصطفى. طب مش ممكن اكون بتخيل دلوقتي؟ خلاص اصحي فوقي يا مع. الكلام ده انا فعلا قلته لك، بس قلته لك هنا مش هناك. قلت لك ان عقل الانسان معقد قوي، وقلت لك ان لو الانسان بيحس بالظلم بيحاول ان هو يهرب لعالم تاني. يا ما انت بتهربي من مشاكلك لعالم افتراضي، عالم وهمي تحققي فيه اللي انت مش قادره تحققيه في حياتك. تتجوزي واحد بتاع سيمه طول بعرض، تشتغلي الشغلانه نفسك تشتغليها من وانت صغيره. كل ده عامل زي الافلام ابيض واسود اللي ما بتتفرجيش غير عليه. لا مفيش واحده بتخلف بنت وتنساها، مفيش حد بيخترع موت امه. حتى لما بنتخيل الخيال برضه محدود. كل ده خيال وانا لازم افوق منه. مش هتفوقي يا مها، لاني طلبت منهم انك ما تتفرجيش على افلام قديمه تاني. وانا بالفعل شلت كل الافلام زي ما حضرتك قلت. هو ده العالم الحقيقي يا مها، وللاسف بقى هتضطر تعيشي فيه زينا. بصرف النظر بقى، عاجبك ولا مش عاجبك؟ دي صورة فرحنا، دي صورتك وانتي في المستشفى لما كنتي بتولدي هيا. مصطفى ممكن اسألك سؤال؟ طبعا. انت ازاي استحملت وضع زي ده السنين دي كلها؟ انت شايفه ايه؟ تحبني؟ وهو ينفع يبقى فيه سبب اقوى من كده؟ بس لو انا بالشكل ده زي ما انت بتقول يبقى انا ما استحقش اني اتحب اصلا. انا كده وانت كده وحبيتك كده ونتعلم. واحنا اصلا اتعرفنا ازاي؟ انا كنت جاركم وبعدين اتقابلنا في الجامعة، وفي الأيام دي بقى كان من حظك إنك عرفتيني وقربتي مني وأنا وافقت أتجوزك. هسرح؟ لا يا ماما أنا هسرح بعدين. عدي عليك الساعة 3 زي كل يوم. ها اللي مستنياني. مع السلامة يا ما، احنا نازلين. عايزة حاجة؟ استني يا مصطفى، عملت لكم سندوتشات عشان تاخدوه معاكم. في ايه ماما؟ عاملة لك سندوتشات؟ قولي لها ميرسي. لو سمحتي ممكن حصصي؟
وماله يا مها؟ حلو شعرك كده. ميرسي، عن اذنك. طيب انا النهارده مش هقول لكم ترسموا ايه، هسيبكم انتوا تختاروا. الواحد عشان يرسم اي حاجه لازم يتخيلها الاول في مخه، مش لازم يرسمها زي الحقيقه بالظبط. يعني مثلا ورقه الشجره دي مش لازم ترسميها كده بالظبط، لا ممكن تغيري في شكلها وتستخدمي خيالك. فاهمني؟ سهله ولا صعب؟ سهله. طب يلا وروني. والله عشان ست ساره ما عملتوش. مامتك لحقتك يا ست هيا. ميرسي يا صاحبي. هتروحيها؟ اه يا حمد. انا معايا عربيه لو عايزين يوصلوا. لا لا ميرسي، معايا عربيه مصطفى. طيب اشوفك بكره. يلا بينا؟ لا انا عايزه اروح باوتوبيس المدرسه. اروح باوتوبيس المدرسه ليه؟ مفيش حد في البيت وبابا عنده ورديه بالليل. يلا بينا بقى. هيا تيجي نشتري شوية هدوم؟ شوية عادي، أنا شاطرة قوي في الهدوم على فكرة. جربين. لا شكرا. بس يا ماما بس يا حبيبتي بس ما تعبيش في حاجة. بس ايه حضرتك في ايه بس؟ ايه هيا عجبك الألوان حبيبتي؟ لا أنا عاوزة مقصات وزمخ. طب تعالي نروح نجيبهم مع بعض. المكان اتغير خالص. انت جيتي هنا قبل كده؟ اهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم. سلام وشكرا. هو حضرتك البراند ده مش هيشتغل النهارده؟ لا هو البراند اتلغى وجبنا بداله طرز بلياردو زي ما حضرتك شايفه. شعرك حلو بجد؟ دايما بحب اعمله كده. بس انت عمرك ما عملتي التسريحه دي قبل كده. قصدي ان يعني كان نفسي اعمل كده. تحب تاخدي ايه؟ هو الواضح ان كل حاجه هنا اتغيرت حتى المنيو. اتمنى كل حاجه تكون بعجب حضرتك يا فندم. ماشي فعلا. ميرسي. عندك نبيت روزي؟ موجود يا فندم. حضرتك؟ برضه نبيت روزي اثنين. اوكي يا فندم. انت عارفه انا ما بشربش نبيت. انا قلت نغير. انت اشمعنى جبتينا هنا؟ كنت فاكره هنا زمان. مع مين؟ اصحابي. اتفضل يا فندم. شكرا. انا بتي. انت جيتي هنا مع شريف؟ انا معاك النهارده يا مصطفى. وواضح ان انت جايباني نفس المكان اللي كنتوا بتقعدوا فيه مع بعض تقريبا
لبساني لبس شبه اللي كان بيلبسه. مصطفى، احنا مش اتفقنا ان احنا هنحاول؟ بس عايز اقول لك على حاجه، يعني اذا كانت دي طريقه علشان تقبلي عيشتك معايا فدي هتبقى طريقه صعبه عليا. انا عمري ما هبقى شريف. بس اتزوجي هنا. دي قصتي الصورة دي منين؟ من المجلة. فين المجلة دي؟ صدقني شايفك زي ما انت ما اتغيرتيش خالص. انا كان لازم اجي هنا من زمان، مش ده مكاني ولا ايه؟ من زمان بقول لك الشغلانه دي عايزه ناس بتفهم وعندها ذوق زيك، فاكره؟ فعلا؟ طب انا عايزه اشتغل معاك. ايه صعب؟ لا مش مساله صعب، هو انت ظروفك ايه؟ بكره لو حبيت. زي ما انت بالظبط سخنه. لسه فاكر؟ عمري ما نسيتي كمان. ولا انا. شريف، ايه الاخبار؟ خير. مها زميلتي من الجامعه. كانت مدرسه ديكور موهوبه جدا. هاي. شهير حسين. طبعا عارفها. مراتي. طيب انا لازم امشي، عندي ميعاد وهبقى افوت عليكم. لا خليكي معايا، احضري الشوط ده. معلش مش هلحق. فرصه سعيده قوي. جميع المؤمنين بتوقيتات حظر الجواز
وان الجهات طبعا المعنيه القوات المسلحه المصريه والشرطه معنيه بتطبيق هذه الاجراءات والتدخل حاسب وقوي، ومن يخالف تلك التعليمات هيضع نفسه تحت قاعده القانون بالفعل. وهذا ما انت فين يا ما؟ كل ده ما بترديش على التليفون وراجعه بعد الحظر. انت متخيله احساسنا كان عامل ازاي؟ انت سايبه المدرسه من صباحه ربنا يا بنتي. كنا ما صدقنا، كنا مبسوطين بالتغيير اللي حصل لك. بجد؟ تغيير ايه بالظبط؟ انت عمرك ما خليتيني اغير حاجه في حياتي. اعملي اللي انت عايزاه، المهم تبقي مبسوطه. بعد ايه؟ بعد ما دمرتي لي حياتي وشغلي وضيعتوا مني شريف؟ انت للدرجه دي ما بقيتيش عامله اي حساب لكرامتي ولا لاحساسي؟ انا ما كدبتش عليك، انت اتجوزتني وانت عارف كويس قوي اني بحب شريف. بتحبيه لي وازاي؟ وهو كان ممكن يعمل لك ايه انا ما عملتوش؟ مش مهم كان ممكن يعمل ايه، المهم ان انا كنت هبقى مبسوطه. انت لو كنت متاكده انك عايزاه فعلا كنت وقفتي قصادي لما فسخت الخطوبه من كام سنه. غلطت. مش معنى اني غلطت اني استمر في الغلط. هتفضلي عايشه في الاوهام دي؟ لا، هنتطلق. مها ارجوكي بلاش الطريقه دي. لا يا طنط، ده قرار انا كنت واخده من زمان. انا مش قادره اتصور ازاي بني ادم يستحمل وضع زي ده. عندك حق. أنا كان المفروض أطلقك من زمان. من أول يوم غلطت فيه في اسمي وقلت لي يا شريف. وأنا كنت في كل مرة بحاول ما أحسسكيش بحاجة. بس متهيألي أنت بقيتي فاهمة كويس قوي دلوقتي. اللي بيحب بجد ممكن يوصل نفسه لفين. أرجوك كفاية حكم ومواعظ، سيبوني أمشي. حاضر. بكرة نكلم خالد أخوكي ونجيب المأذون ونشوف الإجراءات إيه. مصطفى! مصطفى! عند مين يا ستان؟ لو سمحت مش ده تسع شارع معمل السكر؟ ايوه مظبوط. الباشمهندس شريف لسه ساكن هنا؟ ايوه الدور الرابع شقه 44. شكرا. صباح الخير. صباح النور. هي دي شقه الباشمهندس شريف فرد؟ اه اتفضلي. غيرت قوي، ده اكيد من ذوقك. اه شويه. انت كويسه؟ انا عارفه ان وجودي هنا غريب، بس في حاجه حصلت وعايز اقول لك عليها. خير؟ انا اتطلقت. طلقتي؟ ايه اللي حصل؟ عشانك. ما انت بتقولي ايه؟ انا متجوز. طب ما انا كمان كنت متجوزه، وصلتني الرساله واتطلقت. رسالة ايه؟ أنا عمري ما بعتلك رسالة، عمري ما طلبت منك ده. بس اتمنيتها، أنا شفتها في عينيك. مش ده اللي أنت كان نفسك يحصل زي ما أنا كان نفسي يحصل؟ لا يا ما، إحنا اخترنا من سنين. شريف أنا عارفة إنه هيبقى صعب عليك، زي ما كان صعب عليا إني أسيب مصطفى وبيتي. بس صدقني ده أحسن لينا كلنا، خصوصا شهيرة. الكلام ده فات عليه زمن يا ما. أنا مش هطلق شهيرة. خايف تجرحها؟
الجرح حصل من زمان. انت عارفه كويس قوي مين جرح التاني. شريف انت عارف كويس قوي احنا كنا ايه، وكل كلمه قلتها لي في الاستوديو كانت بتاكد ده. ما حصلش، كنت بحبك، كنت بحبك يا مهام. بابا في حد على الباب. تخلفت؟ ايوه يا ابني يا مهام. انت عمرك ما كنت عايز تخلف؟ ده زمان وظروف تانية، ما عندي علاقة بالموقف السخيف اللي انت عاملاه دلوقتي ده. اهلا مصطفى. انا بعتذر لك يا باشمهندس شريف عن الموقف اللي حاصل ده. يلا بينا. انا مصطفى ارجوك، انت اللي نزلك مصر، انا مش مراتك. بس انا فعليا لسه جوزي كمان. يلا بينا. لا انت مستحيل تخلف يا شريف، ده من خيالي، العالم ده وهمي، كل حاجه بتحصل فيه المفروض ما تحصلش. في وانت كمان اكيد اتجوزتها في خيالي لاني كنت بغير عليك منها، ده مش حقيقي، كل ده خيال. اشبعوا بعض كلكم، ملعون ابو ده عالم لو كده. يا مها، مها ممكن نتكلم؟ كويسة؟ انت كويسة؟ ماشي. هو غالبا المجهود الزيادة السبب في كل اللي بيحصل ده. عملك حاجة سخنة؟
مبسوطة؟ بالإنتاج عشان أعرف بس مواعيد الأوردر والتصوير. فضل المرة دي وأقفلها. ألو يا صلوحي. في إيه؟ إزاي؟ هكلمك بعدين اصلا. يا مه مالك يا مه؟ شكلك تعبان، لازم نجيب دكتور. تلاقيه بس شويه برد، محدش بيجي هنا في الشتاء. لازم نرجع القاهره من نجم. نجم الشيف انا بتعب قوي هناك، سيبني هنا وانا اول ما احس اني احسن حركه. مش هينفع يا مه. مش هينفع ليه؟ حصل حريق في الاستوديو، الديكور كله اتحرق. عايزينها في النيابة من نجم. معلش بقى قطعنا لكم الاجازه بتاعتكم. لا ولا هي حضرتك. المعمل الجنائي اثبت ان الحريق تم بالفعل فاعل. يا ترى عندكم شك في حد او بتتهموا حد؟ وحضرتك بتسالنا احنا ليه؟ هو مش الديكور ده بيبقى تبع حضراتكم؟ لا حضرتك احنا اللي بانينه، بس المنتج هو اللي بيتحمل كل التكاليف، استاذ الحديدي. طبعا احنا اتحرقنا شويه حاجات. هو طبيعي ان احنا بنبلغ المتضررين، يمكن يكون عندهم شك في حد. والله حضرتك احنا مش بنتهم اي حد وعوضنا على الله بقى. انا هي مش متخيل اي حد يكون حرق الاستوديو عن قصد. طيب ماشي، تقدروا تفضلوا بس تنضلي الاول على المحضر. انا كده خلاص. بعد اذنك. انت كويسه؟ انا اللي جابني هنا. مهم قوي ان احنا ناخد بالنا عشان اللي حصل ده ما يتكررش تاني. انت الحمد لله دلوقتي بقيت زي الفل. هو انا عندي ايه؟ نزيف. نزيف ادى الى اجهاض. انت كنت حامل في الشهر الرابع يا مها. طيب بعد اذنك. كنت هتقولي لي امتى انك حامل؟ لما تولدي؟ انا ما كنتش عارفه. في ست برضه بتبقى حامل في الشهر الرابع ومش عارفه. ما دي فاكره كلام الدكتور النفسي؟ دي فعلا رغبه عندك انك تخلفي؟ شريف بجد انا مش عايزه اخلف. بدليل انك كنت بتتخيلي انك ام، بدليل انك مخبيه اعراض حمل 4 شهور. ما هو ده السبب الحقيقي ورا التهيؤات والحالة اللي كنت عايشة فيها؟ شريف أنا عمري في حياتي ما خبيت عليك حاجة. أنا كنت فاكرة إن ده تأثير المعدات والأدوية والشغل الكتير وعدم. كفاية بقى يا مه، كفاية. كفاية. بس لو عايزة تختاري اختاري، بس ريت في السكة كده ما تختارليش معاكي. حضرتي العملية؟ لا ليه؟ كنت عايزة أعرف جنين ولد ولا بنت؟ كانت بنت. شكراً.
ربيع. مساء الخير مستر شريف. ازاي؟ ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله بقالك كتير ما جتش. اه اتفضل. المكان ما اتغيرش. رغم اني كنت متخيله انه صغير خالص. ما اعرفش كان عندناش من زمان. ما اعرفش انا في دماغي نتكلم شوية ونشوف ازاي نبدأ من الأول. تفتكر حينفع نبتدي من الأول؟ لو علي أنا هسأل حسن. تنسى إنك سبتني في المستشفى؟ ما سبتكيش يا ما. كنتش قادر، خرجت شوية ورجعت. إيه اللي حصل يعني؟ ما أنت خبيتي عليا حمل ما اتفقناش عليه. مساء الخير. هستها فرصة وسيبتك. صح؟ انت مش شايف بعد سنين طويلة اللي احنا عندناها مع بعض يمكن تكون غيرت رأيك في موضوع الحمل؟ لا يا مهم ما غيرتش رأيي. مش شايف انه ممكن تغير رأيك مع الظروف لما تكبر؟ ما احنا متين نكبر اهو. شايف انها حاجة غريبة قوي، مرت سنين طويلة بيني وبينك وانت شكلك زي ما هو ما بتكبرش ابدا. شايفني بكبر خالص؟ انا اللي بكبر. يمكن الستات بيبان عليها سن اسرع. كل حاجه عندك ليها تفسير. استقرت الحاجه بس شويه. مفيش اخبار عن الشغل؟ اه كان الحاج الحديد يتكلم قدامهم شويه. اجهزي شويه فرصه للراحه. معاك يا مصطفى. اهلا. فاكرني؟ طبعا. مصطفى كان في حاجه عايز اقول لك عليها، يمكن تستغربني شويه بس معلش استحملني. انا حاسه زي ما نكون كنا متجوزين قبل كده. وما حصلش وما اتجوزتش لغايه النهارده. بس أنا زي ما أكون متأكدة إن إحنا اتجوزنا في الشقة دي بالذات وكمان خلفنا بنت وسميناها هيا. أنا آسف مش قادر أفهم أنت بتقولي إيه. ما طب لو سمحت ممكن أدخل بس أتأكد من أوضة هيا. ثانية واحدة. مش هينفع مها. أنا قاعد لوحدي. ثانية واحدة يا مها.
باشمهندس شريف؟ انا اسف يا استاذ مصطفى. لا بالعكس انا اللي اسف، انا الحقيقه حاولت ان انا امنعها انها تخش. تجيبني انت يا مها؟ في ايه؟ حد فيكم قول لي فين هي؟ انا بعتذر لك تاني يا مصطفى. واضح ان مراتي اعصابها تعبانه تاني. انا مش مراتك. كفايه يا مها بقى، كفايه، يلا بينا. طب اشوف هي، ارجوك اشوف هي. يا استاذ مصطفى لو سمحت ساعدها اقول لها انك مش جوزها. انا مش جوزك. قول لها انتوا خلفتوا ولا لا؟ قول لها. احنا ما خلفناش. قول لها انك ما حبيتهاش ولا عمرك ما حبيتها. أصب عليك تعيش معايا يا مها. مها أنا مستعد أقبل أي حاجة بس تبقي كويسة. أي حاجة. حتى لو عايزة تروح اسكندرية. بس لو عايزة نحاول نقابل الدكتور تاني. نشوف. أنا هكلم الحديدي واقنعه إن المساعدين بتوعنا يقوموا بالليلة. مش قادر أشوفك كده. مالك يا مها؟ دي كرة حرق مصطفى وهي مشيوا. مين انسي دي كرة خالص يا حبيبي؟ احنا سيبنا الفيلم، احنا سيبنا الفيلم يا مها. هعرفه يجوا ياخدوني. لا لا يا مها، مفيش بوليس، مفيش حد هياخدك. ده مش بوليس بجد يا مها. مها دي سديدة، مش بوليس بجد. مها مها حاول يا مها وانتي ما حاولتيش. حاول يا دكتور. عيشتك حلوة، ناس كتير جدا تتمنى تعيشي زي ما هي. مش نافع، مش عارفة انا اصلا ليه لازم اعمل كده. عشان حياتك تمشي مظبوط يا مها. احنا بنعيش حياة واحدة بس، هي عيشة واحدة انتي عاوزة تغامري بيها علشان حاجة انتي مش راضية عنها. يا دكتور أنا مش بغامر بيها، أنا من حقي أختار وقرر. وفريدي اللي أنت بتختاري ده مش موجود. من حقي إن أنا أعيشه، وأنا اللي أقرر إنه موجود ولا مش موجود. طيب
لو في ايدك تختاري يا معلم تختاري انهي حياه فيها؟ لازم اختار من الاثنين، يعني ما ينفعش ارفض الاثنين. مفيش اي اختيار ثالث يا ما. صدقيني انا فاهم، واوقات بحس اني موافق. الحياه مش ابيض يا اسود، احنا مضطرين نخليكي معانا شويه. ما تعتبريش نفسك محبوسه، بس ده احسن لك. بتحبي عبد الوهاب؟ جدا. مصطفى ساب لك دول. ازيك يا شريف؟ نعم. جبت لك طعميه سخنه من تبعي. انا قلت اكيد بتعاني من غيرها هنا. شدي حيلي كمان. دكتور مجدي المجنون عايزك اسبوع كمان. بس انا شايفك احسن. مش احسن؟ بكتير. انت احكي لي اخبارك ايه؟ اخبار التصوير ايه؟ تمام. قفلنا ديكور جديد في السريع كده كالعاده. هنصور كمان يومين ثلاثه. انا اضطريت ارجع اصور. حاولت اعتذر عن الفيلم بس ما رضيوش. بطوط وعاطف بعتيني السلام. بيقول لك شاهيلي بقى. مش هينفع يا شريف. اللي مش هينفع. مش هينفع ارجع. ميرسي قوي ان انت جيت. نعم. مصطفى جه معايا. طلب يجي يطمن عليكي. ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا ماما؟ ميرسي على السيارة. أنا عارف الموقف شكله غريب تاني. زي ما جيتولي قبل كده البيت. ما كنتش عارف أعمل إيه أو أقول إيه أو ما كنتش عارف إيه المفروض يتقال. ودلوقتي برضه مش عارف إيه المفروض يتقال. مش عارف يعني هل من حقي افتح مواضيع قديمه ولا لا؟ مش دي المشكله يا مصطفى. ولا ايه المشكله يا معلم؟ طول الوقت كان همك انك تختاري. اه انت حر. انا مش عارفه اذا كنت خفيت ولا لا.
مش عارفة أصلا كنت عيانة ولا لا، بس اللي أنا عارفاه متأكدة منه أني مش هكرر اللي فات تاني أبدا. أنا عارفة أن أنتوا تعبتوا معايا كتير قوي واستحملتوني كتير، بس كفاية تعب بقى. أنا عايزة أبتدي حياتي من جديد، وأنتوا كمان. أنت صح، عندك حق. يعني خلاص كده؟ Thank you.
شبابيك شبابيك الدنيا كلها شباب شبابيك شبابيك الدنيا كلها شبابيك والسهر والحكاية والحواديت كلها دايرة عليك الكلام كم كان عليك واللي كان خايف عليك عينيك شبابيك الدنيا كلها